نوع ديال المخدرات استعملتهم داخل الخليه؟ واش هادشي بصح؟ شنو هما انواع ديال المخدرات اللي استعملتي داخل الخليه؟ الغبره، تشبع السيليسيون، تشبع الفانيد، الا الحشيش اللي ما كيتشبعش. وحنا كنعرفوا الخيريه مقسومه على جوج اقسام، بلاصه الاولاد بوحدهم والبنات بوحدهم، كيفاش تا وقع لك الحمل؟ انا ملي سدوا البيبان انا مشيت عند واحد كنت كنعرفو، ولكن ما عرفتش من خرج ليا الاخر. رقية، واش انتي داخليا واش بغيتي تصلحي راسك؟ واش عييتي من الشارع وعييتي من هاد الحياة؟ رقية هضري باش نسمعو. ولكن ما بغيتش نمشي للمركز. علاش؟ ما بغيتش نمشي. قالت لك ما بغاش تمشي للمركز. احنا دابا ما كنهضروش على المركز، كنهضروا على الحالة ديالك. شنو وقع لك داخل المركز ديال الخيرية؟ ديال في الخيرية، شنو اللي وقع لك في الخيرية اللي خلاك خرجتي بحال هكا؟ شنو؟ قولي الصراحة، أنت ما بيناش. أنا حليت عيني في البلية و صافي كملت في هذاك الشيء. وما بغيتيش تحيدي هذه البلية؟ ماذا؟ ما تحاوليش شوية بشوية. حيدت شحال من حاجة. بديتي كتحيدي؟ اه. دابا راك هزة واحد الروح في كرشك، خصك تنقصي من هذا الشيء كاع. دابا ما بقيتيش ولا شنو اللي باقي كديري؟ مابقاش نكمل الحشيش و باش نكمل كاع. صافي صافي. شنو هنا؟ رقية، حنا هنا تمنا تقولي بأنه جميع ديال أنواع ديال المخدرات استعملتهم داخل الخلية. واش هادشي بصح؟ شنو هما أنواع ديال المخدرات اللي استعملتي داخل الخلية؟ الغبرة، تشبع السيليسيون، كيتشبع الفانيد، الا الحشيش اللي ما كيتشبعش. الحشيش اللي ما كيتشبعش. شنو وقع لك بالضبط داخل الخيريه؟ كيفاش حملتي؟ وحنا كنعرفوا الخيريه مقسومه على جوج اقسام، بلاصه الاولاد بوحدهم والبنات بوحدهم، كيفاش تا وقع لك الحمل؟ انا ملي سدوا البيبان انا مشيت عند واحد كنت كنعرفو، ولكن ما عرفتش من خرج ليا الاخر. قالت لك ملي سدوا البيبان هي مشات عند الولد، ولكن قالت لك ما عرفاتش كيفاش تخرج ليها الثاني. كانوا جوج تما كنوقع لك الاغتصاب وحملتي. اه. شنو بغيتي تقولي بحال هاد الناس اللي كيديروا بحال هكا؟ وجي شي رساله، قولي شي حاجه، اشنو اللي ضارك في خاطرك؟ قولي اللي عندك، قولي. راه ما كتبانيش، ما كيتعرف لا وجهك لا والو، قولي اشنو اللي ضارك في خاطرك. انا ما بغيتش الشيء اللي في كرشي يتعذب كيف ما تعذبش انا وصافي. ما بغاتش هادشي اللي في كرشا يتعذب كيفاش هي كما هي تعذبات. خويا طريق، انا غادي نقول واحد النداء للمسؤولين، الله يجازيهم بخير، يزيدوا يمددوا في الوقت ديال الخروج ديال البنات، ماشي بحال الاولاد، لان الولد ماشي هو البنت. البنت كتبقى ما عندهاش النضج. الا كانوا الاولاد كيخرجوا على 18 عام، البنات يزيدوهم حتى 22 ولا 24، لان كتخرج 18 عام راه والو، راه ما عارفه والو. يعني اي ذئب في الشارع راه كيتسلط بها راه كيديها، راه باقي العقل ما عندهاش 18 عام. يلا عرفي السميه ديالك والصفه وصافي الدري. معكم فزني حسنيه، رئيسه جمعيه فضاله للنوايا الحسنه. هذا اليوم اتصلوا بنا شي ناس على قبل واحد البنيته اللي تلقات في مدينه المحمديه، جايه من دار الايتام ديال البرنوصي، وعندها 6 شهور حامله، والبنت باقا صغيره، يلا عندها 21 عام. مني سولناها بغينا باش نعرفوا هذا، قالت انا ما عنديش الوالدين ديالي، انا ترعرعت وكبرت في دار الايتام من الصغر ديالي، يعني ماشي تغتصبت الاج ديال 18 عام، خرجوها من دار الايتام، بدات كتبات في الشارع، مني ما كتلقاش فين تبات كيحلوا ليها الباب الدراري اللي في دار الايتام كتبات معاهم.
قالت لك انا كنبات مع واحد الولد تما كاين في دار الايتام، ولكن الغريب في الامر ان الولد عنده 23 عام ما خرجوش، وهي عندها 18 عام خرجت للشارع. منين سمعوها في الاداره بانها حامله خرجوها للشارع، ودابا ها هي معرضه للشارع. عيطنا لمركز الطفل والام والطفل الله يجازيهم بخير اللي تصنتوا لينا، وها هما جايين في الطريق. كنشكرهم على هاد الاعمال اللي كيساعدونا فيها. السيده كانت هذه 4 شهور ساكنه حدا المزوق في المجدبه، والسيده اللي كاريه ليها واحد البريريكا ما خلصاتهاش ورماتها البارح. اليوم تلاقات مع شي بنيته قالت لها اجي راني كاريه في الراشي ديال كريتانتي، كرات عند واحد السيده سبقات 200 درهم وحطات حويجاتها، ودابا هي معانا. قلنا لها واش تمشي لدار الطفل الام والطفل، لان كي تما غادي تلقاي الرعايه، غيتهلاو فيك، غيديروا لك واحد الادماج، واحد الفورماسيون، على الاقل تخرجي بواحد الحرفه اللي تساعدي بها راسك. حتى داك الشيء اللي في كرشك انت كتقولي دابا ما بقيتش بغيتو، تقدري تبدلي ديك الفكره. لان حرام ام اطاشي لداك الشيء اللي عندها في كرشها، ولكن بسبب الظروف كتلوحو كتخلى عليه، يعني كتمرض حتى نفسانيا كتمرض. قلنا لها راه كاين تما واحد الروض، وماشي انت الاولى، يعني حنا ما كنشجعوش هذه الظاهره، ولكن ملي كيوقع الفاس في الراس كتكون عندنا واحد الحاله، ماشي حنا اللي كنشجعوا هذيك الحاله، ولكن ملي كنلقاو الحاله انسانيا ما غنخليوهاش تبقى تبات في الزنقه، يعني خصني نلقاو لها حل. هذا هو اللي خلانا واقفين معاها. وشكرا للمجتمع المدني اللي حاضر، شكرا للصحافه اللي حضرات، وكنشكروا تا خالد قريش لانه هو اللي اتصل بيا، هو اللي عطى الرقم ديالي للسيده باش اتصلت بيا. ودابا حنايا الحاله قدامنا، خصنا نصوفيو هذه الحاله نشوفوها اشنو غادي دير. شكرا. اللي سمعنا من الرقية سمعنا بأنه عندها في داخل الخيرية، وقع عليها الحمل داخل الخيرية. هادشي اللي كتقول بأنه جميع أنواع المبيقات، جميع أنواع ديال المخدرات اللي ما كيطيحوش على البال كاينين تما. انتم كانوا مجتمع مدني كي اللي سمعتوا، وهي كتقول لكم بأن هادشي كيفاش جاكم هاد الواقع؟ هاد الواقع أنا حنا على قولها هي كتقول بأن في هاد دار الايتام كلشي كيتباع في الخيريه. قالت لي حتى من السيليسيون كيتباع، قالت لك انا حتى من الغبره جربتها تما على حد قولها، ولكن حنا ما عندناش شي دليل، ما عندناش شي حاجه اللي كتثبت. هي كتقول والله اعلم، والله اعلم. واللي